السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزاء الطلبة في مقرر أجامي أو اثنين الجغرافيا الاقتصادية، أول درس بعنوان الاقتصاد العام. يتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرا على التعرف على المصطلحات والمفاهيم الأساسية في الدرس: الاقتصاد، الحاجات، الدعاية، البورصة، السوق، المجال الجغرافي. اثنين، التعرف على أنواع الحاجات البشرية وتطور الوظائف. ثلاثة، إبراز مظاهر ترابط المجال الجغرافي وعوامله. رابعاً، قراءة صور ورسوم تتعلق بالاقتصاد والمجال الجغرافي وتحليلها. نبدأ الآن بأول نقطة في درس اليوم. الآن في مقدمة الدرس عزيز الطالب، بسأل سؤال أبغي شوية تركيز: ما العلاقة بين تطور المجتمعات والحاجات؟ طبعاً الإجابة بتكون كلما كانت المجتمعات متطورة كلما تنوعت حاجاتها وزاد الطلب عليها، وبالتالي هذا يؤثر على من؟ يؤثر على زيادة نشاط الاقتصاد وتطوره. فالآن المطلوب عزيز الطالب، ما هي الحاجات؟ ما هي أنواعها؟ ما علاقتها بالسوق؟ ما هي مظاهر تطور الوظائف؟ وما علاقة الاقتصاد بترابط المجال الجغرافي؟ الحاجات تعريفها وأنواعها. صنفت الحاجات حسب أهميتها في سلم الحاجات أو ما يعرف بهرم ماسلو. الآن عزيز الطالب، هل كل الحاجات لها نفس الأهمية بالنسبة للإنسان؟ الإجابة طبعا تكون لا. لهذا السبب رتبت الحاجات حسب أهميتها في سلم الحاجات أو ما يعرف بهرم ماسلو. في الحاجات في القاعدة هي الحاجات الفيزيولوجية، وهي في الأساس لأنها من الحاجات التي لا يمكن للإنسان أن يعيش من غيرها، مثل الغذاء، الماء، الدفء، السكن، النوم. هذا في المستوى الأول. لماذا وجدت في القاعدة؟ لأنها حاجات أساسية وهي فيزيولوجية. في المستوى الثاني الأمان، ويشمل مثلا الأمان تجاه المخاطر الجسدية أو فقدان العمل. في المستوى الثالث الانتماء، ويعني الانتماء إلى مجموعات معينة. أما المستوى الرابع فهو التقدير، مثلا التقدير الذاتي أو التقدير من الآخرين. أما المستوى الخامس وهو المستوى الأخير فهو تحقيق الذات، ويعني الرغبة في أن يصبح الإنسان ما يقدر أن يكون عليه، أي أن يحقق طموحه الآن في هذه المرحلة. الآن بقراءة سريعة إلى هذا المستند ممكن أن نعرف ونلخص مفهوم الحاجات كمصطلح أساسي ومهم في درس اليوم. ماذا أقصد بالحاجات؟ الآن من خلال الهرم ومن خلال مستويات الحاجات لنعرف تعريف أو مصطلح الحاجة. ماذا نقصد بالحاجات؟ الحاجات هي جمع حاجة، وتعني شعور بالحرمان لدى الفرد. عندما يشعر الإنسان بحرمان تجاه شيء معين، فإن هذا الشعور يدفعه إلى القيام بما يساعده في القضاء على هذا الشعور من خلال إشباع حاجاته وتلبيتها. الآن أنتقل معكم إلى نشاط. عزيز الطالب، أمامك دقيقتين، ممكن تصنف هذه الحاجات ووضع كل منها في مكانه المناسب في الجدول التالي. أمامك حاجات أساسية مشتركة، وأمامك حاجات ثانوية غير مشتركة، بعضها مادي وبعضها غير مادي. أمامك دقيقتين، صنف هذه الحاجات في الجدول وضع كل منها في مكانه المناسب. بعد الإجابة على النشاط، تكون الحاجات الأساسية المشتركة المادية هي الغذاء، السكن، الكساء. لماذا سميت مادية؟ لأنها ملموسة، مادي. بينما الحاجات الأساسية المشتركة المعنوية هي الأمن، الحماية، الانتماء، التجديد والاكتشاف.
هناك حاجات ثانوية غير مشتركة مادية، مثل العطور هو مادي ولكنه حاجات ثانوية غير مشتركة. هناك حاجات ثانوية غير مشتركة غير مادية، مثل الترفيه. الترفيه هي حاجة ثانوية غير مشتركة لكنها غير مادية. هذه إجابة النشاط السابق. فإذا أعزائي الطلبة، نستخلص من هذا كله أنه كلما أشبع الإنسان حاجة سعى إلى تحقيق الحاجة التي تليها في سلم أولوياته، وبالتالي الإنسان حتى يستطيع أن يحقق هذه الحاجات ماذا عليه أن يفعل؟ العمل. العمل والوظائف هي من يحقق وهي من يلبي الحاجات. الآن بالرجوع إلى المستند رقم 4، نلاحظ بأن تقسيم العمل إلى مهام يؤدي إلى رفع المهارة، الحد من هدر الوقت، إمكانية استعمال الآلات وتطويرها، وهذه كلها تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي إلى تلبية مكثفة للحاجات. الآن عزيزي الطالب، بعد تحديد مهام تقسيم العمل وفوائد تقسيم العمل، كيف يمكن للإنسان أن يلبي جميع حاجاته؟ هل يمكن للإنسان أن يعمل في جميع الوظائف؟ بالتأكيد الإجابة ستكون لا. لذلك عزيز الطالب، لتلبية الحاجات ذكرنا منذ قليل أن الإنسان يجب أن يعمل وينتج، ولكن أصبح التخصص قاعدة أساسية للإنتاج، أي أن كل إنسان يتخصص في وظيفة معينة، إما من حيث نوع المهنة، كأن يكون هذا تاجر، هذا معلم، هذا مهندس، هذا مزارع، أو أن يكون من حيث مستوى العمل كالتخطيط والتنفيذ داخل المؤسسة الاقتصادية الواحدة. في هذا الشأن يكون داخل المؤسسة الاقتصادية الحديثة خاصة في الدول المتقدمة يقسم العمل إلى مهام تتوافق مع العمل الآلي. هذا يسهم في ماذا؟ هذا يسهم في خفض التكاليف، رفع الإنتاجية، تحسين الجودة، والحد من هدر الوقت. الآن لتحقق المؤسسات المزيد من الإنتاج، تخلق عن طريق الدعاية المبرمجة حاجات جديدة لدى المستهلكين. قد تكون حاجات غير أساسية، ولكن بطريقة الدعاية المبرمجة تخلق حاجات جديدة لدى المستهلكين، وتسهم في تشغيل الآلاف من العاملين مثل الرسامين أو الصحفيين أو علماء النفس أو علماء الاقتصاد أو غيرهم. الآن أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى الحاجات والسوق. هل هناك علاقة بين الحاجات والسوق؟ ما الذي يحدد قيمة الحاجات؟ ما الذي يحدد ثمن هذه الحاجات؟ وما علاقتها بالسوق؟ بكل تأكيد يتأثر ثمن الحاجات بأوضاع السوق، بالإضافة أيضا إلى الجهد والمبذول في صناعة هذه الحاجة يتأثر بأوضاع السوق. كيف يتأثر ثمن هذه الحاجة بأوضاع السوق؟ إذا كان الطلب على سلعة أو خدمة معينة أكبر من العرض، ماذا يحدث لسعر السلعة؟ يرتفع سعر هذه السلعة بما يتناسب مع حجم الطلب. بينما إذا كان الطلب على سلعة معينة أقل من العرض، أي يكون العرض هو الأكبر من الطلب، فإن سعرها سينخفض، وهذا ما يعرف بآلية السوق، أي عندما تتحرك الأسعار مرة ترتفع مرة تنخفض حسب العرض والطلب، هذا يطلق عليه أو يعرف بآلية السوق. الآن أعزائي الطلبة، السوق أيضا يشمل عمليات تبادل تجاري بين الدول، هذا فيما يختص ببعض السلع التي تكون أسعارها خاصة بالكميات المتوقع إنتاجها والطلب العالمي المتوقع عليها، مثل من؟ مثل النفط، الذهب، القطن، الحبوب، هذا يطلق بالبورصة. البورصة هي أيضا سوق، ولكن سوق عالمية تختص بتبادل تجاري بين الطلب على حسب كميات المتوقع إنتاجها والكميات المتوقع الطلب عليها. الآن عزيزي الطالب، أنتقل إلى النشاط الثالث، الاقتصاد والمجال الجغرافي. تأمل عزيزي الطالب هذا الرسم، وأوجد من خلال هذا الرسم القطاعات الاقتصادية الثلاثة، المجالات التي يشملها المجال الجغرافي، وعوامل ترابط هذه المجالات.
قطاعات الاقتصاد. يشمل قطاعات الاقتصاد ثلاثة قطاعات أساسية، هي 1 الزراعة، 2 الصناعة، 3 الخدمات. قطاع الزراعة يشمل الإنتاج النباتي والحيواني والصيد بنوعيه، سواء صيد بحري أو صيد بري، بالإضافة إلى الموارد الغابية. 2 الصناعة، الصناعة تشمل الصناعة الاستخراجية، الصناعة التحويلية، الحرفية، وصناعة مواد البناء. 3 الخدمات، وتشمل التجارة والمواصلات والمال والإدارة والسياحة وغيرها. هذه الثلاثة هي ثلاثة قطاعات أساسية للاقتصاد. الآن المجال الجغرافي، عندما نذكر المجال الجغرافي كمصطلح، ماذا نقصد بالمجال الجغرافي؟ المجال الجغرافي هو حيز، أي مساحة من الأرض، حيز من الأرض نظمه الإنسان من أجل إنتاج سلعة أو خدمة معينة. وبالتالي من خلال الرسم السابق ممكن أن يشمل المجال الجغرافي المجال الزراعي 1، والمجال المديني الذي يضم الخدمي والصناعي. الآن بالعودة إلى الرسم السابق، نجد الآن المجال الزراعي والمجال المديني. المجال المديني يشمل الخدمي والصناعي. فإذا عندي ثلاث قطاعات أساسية للاقتصاد: الزراعة، الصناعة، الخدمات. بينما المجالات عندي مجال زراعي ومجال مديني. المجال المديني يضم الخدمي والصناعي. الآن عزيزي الطالب، كيف تترابط المجالات الجغرافية؟ الإجابة هي تترابط المجالات الجغرافية على أنواعها بواسطة شبكات النقل والاتصالات، وعبر هذه الشبكات يتم تبادل السلع والخدمات والأموال والأشخاص ما بين مجال وآخر وفقا لنظام معين ودون انقطاع. فكثافة التبادل في منطقة جغرافية معينة دليل واضح على تماسكها ووحدتها. انتهى الدرس، شكرا لحسن استماعكم.